قبيل بدء الاجتماع أظهر وزير النفط الإيراني موقفا صارما بأن إيران بحاجة إلى تعويض إنتاجها وأنها تسعى لإعفائها من تحديد كمية الإنتاج. بالنسبة لإيران لا نريد خفض الإنتاج ولا تحديد الكميات، إنها ترتيبات جديدة. لا نريد تحديد الكميات لأي دولة، عليكم أن تنسوا هذه الخطة، هذا هو الجديد. وزير النفط السعودي يرى الأمر من زاوية أخرى، لقد جعل من إيران حالة استثنائية. اتفقنا على التساهل مع إيران بسبب العقوبات التي تعرضت لها والوضع الاقتصادي والصناعي في البلاد. أما الدول الأخرى الأعضاء في منظمة أوبك فعليها الالتزام مستقبلا بخفض الإنتاج العام بمليون و400 ألف برميل يومياً.